دكتور طارق، زينب اجت. لشو اجت لهون؟ زينب بتكون خطيبته للدكتور طارق، وإذا مانك دريانة اليوم عرسون. اسمعي زينب، صحي في تار بيناتنا، بس أنا بحبك، أنت بتعرفي. خالتي، أنا كمان بدي أحكي معك بهالموضوع. تار اللي بيننا وبينك نسيه، أنت معزومة على عرسنا. طارق بحبك كتير، بترجاك تجي على العرس، حاب يشوفك هنيك. ماشي يا بنتي، ماشي، قولي إن شاء الله. الحمد لله على سلامتك دينا. الله يسلمك أنسة زينب. اليوم عرسنا، طارق لازم تروح تحضر حالك. معك حق زينب، خلينا نمشي. ديالا تعالي معنا كمان عشان تشوفي البيت. يلا زينب. يلا لشوف، يلا يلا وزعوا لي الكراسي لهو لشوف. خد انت يا رشاد اغا، انت لازم تحسبها منيح، هذا البيت كبير عليه. تحركوا. ايه وشو قصدك بالكلام يا مختار؟ اغا انت ما بتعرف شو مخبي لك بكره، اسمعني منيح، اكيد هن ما راح يعطوك اجره البيت. صحيح انت الاخ الكبير، ايه بس والله الحق حق. يلا يلا روح لعند حميد واطلب منه اجره. سيك خد هاد انت. معقول الحكي؟ يا اخي ليش مو معقول؟ البيت مو من تعبك؟ راح يجي ابن العالم ويقعد فيه. اسمع، لازم تلاقي حل لهالشيء رشاد اغا، والا صهركم الجديد طارق رح ياخذ كل املاكك وايش كل شيء. والله معك حق. لك بابا. شوفي بنتي. يلا شباب يلا يلا. اهلا وسهلا ديالا، تشرفتوا. اهلا وسهلا فيك عمي حميد. انا رح اظبط الكراسي. لازم تجهزوا حالكم على موعد العرس. تمام. ايه هون. لا تاكل هم بابا، نحن جاهزين. يلا يلا تحرك انت وياي. الاول لازم طارق يشوف البيت. يلا شباب. عندي مفاجأة لطارق كمان. أنا والله عم بشتغل. إيه؟ طيب فوتوا لجوا لكان، فوتوا. خليني ساعدك يا عبدو، هذا الكرسي بدي حطه. يلا بدي همة يا شباب. يعطيك العافية مرت عمي. الله يعافيك. خلينا نفرشها، بتضل أحسن من قبل. إن شاء الله عجبتكم. عجبتنا كتير. ألف مبروك وإن شاء الله جوازة الدهر. شكرا لكم، عندي مفاجأة، تعوا معي. يلا. هاي غرفتك الجديدة، عجبتك؟ كتير حلوة. لسه ما خلصنا بصراحة، هاي هي المفاجأة. انت جاهز؟ شلون؟ عجبتكم الصورة؟ عن جد كتير حلوة زينب. ما عطيتني رأيك فيها طارق. حلوة كتير زينب. أنا رايحة أتفرج على الباقي. ماشي، بعد شوي رح يجوا لعنا المعازيم، روح طارق جهز حالك، أنا كمان رح أحضر حالي. طارق أنت مو معي. ما في شي، تعبان. خلينا نقرب الكراسي من بعض. يلا يا شباب خلينا نظبط الأسكي. يلا يا شباب تحركوا. لك هذا مو سرعة شوي. ركبوا حبل الزينة يا جماعة، ما ضل عنا وقت. ابني تعال ساعدني شوي. ايه تكرم عيني خالتي. بس يا أخي أنت شو عم تحكي؟ اسمعني شوي، بدك تساوي عادات جديدة لضيعتنا. من أمتى أهالي الضيعة بيأجروا بيوتهم لما بصير في عرس؟ وشو فيها؟ بدي أجر بيتي مثلي مثل الناس. يلا يا شباب بدي همي. بعد كل تعبنا على البيت رح يجي الدكتور ويقعد. بس يا أخي والله هذا عيب. وينك وسام؟ لو سمعت زينب هالكلام شو بدي إلا يا أخي؟ يلا أنا رح أجيب الفيش. القصة مو متعلقة بزينب. يا شباب تحركوا. القصة متعلقة بالعريس. همي يا شباب همي. بدك إياه يقعد ببلاش. خلص هلا بعد شوي. ابن العالم بده ياخذ بيتنا بدون ما يدفع. خلص خلص ماشي ماشي. عندك بالزاوية. جيبهم خلينا نصفهم. ماشي يا أخي ماشي. أنا مستعد أدفع. خلص. يا شباب تحركوا عم بقول لكم. ما عاد في وقت.
أنا مالي مصدق عيوني، بس ما لازم ساوي هيك بابني. ما عندي حل تاني غير إني أعطيها الصور. هو لازم يعرف. ابني طارق، بدي أقول لك على شغلة ضرورية حبيبي. طيب ماشي، بس لازم شوف دينا بالأول. استنيني لأرجع. دينا شو عم تساوي؟ طارق. دينا شو عم تساوي؟ بدي موت طارق، اتركني موت، اتركني بدي موت. لك انت جنيتي؟ ليش ما تركتني موت طارق؟ اتركني بدي موت، انا بستاهل اني موت. خلاص انا خسرتك طارق، خسرتك. طالما انا خسرتك وطالما انت بتحب وحدة غيري، انا ما في داعي اني اعيش بنوب. دينا ما في داعي لهالحركات، انت ما عم تفهمي، ما عاد في رجعة. انا مضطر ابقى مع زينب. بجوز انا لهيك حبيتك طارق. انت شفقت عليها لانه عمرها قصير، انت عم تضحي بحياتك مشان الناس، انا شو دخلني لتموتني؟ دينا بكفي، بترجاكي تسكتي. رح اتعذب لما اكون بعيدة عنك. اذا هلا ما انتحرت اكيد رح عيدها. ما رح تنجحي بهالشي ابدا، وما رح خليكي تموتي. شو قلت طارق؟ يعني هلا نحن؟ خليني حل كم شغله بالاول وبعدين بجي باخدك. ماشي بستناك، تعال بسرعه. وقف دقيقة بعدين بنحكي. طارق ابني. يا ربي شو بدي ساوي؟ كيف فيني احكي له قصة زينب وهو بهالحالة التعبانة؟ يا الله. انت شو عم تساوي بالضيعة؟ جيت لعند ابني. طارق مو ابنك يا رابعة. قال ابنه. يا رب تصبرني عليها. طارق خلص وافق يجي معي، رح نروح سوا. قلت لك يا بنتي طارق لساته بيحبك ولهيك ما قدر يفارقك. عم يلعبوا لعبة وسخة. بس شو هي؟ زعل كتير علي، بس ما كان عندي حل غير إنه زيدان يقوصني. ما كان فيني أقنعه غير بهالطريقة. لو عطيتي الصور من الأول ما اضطريتي تتحملي هالشي، ولكن انتي مضطرة أنه زيدان يقوصك. حطيتهم على طاولته مثل ما قلتي لي بالضبط، بس لسوء الحظ ما شافهم، ومنيح أنه ما شافهم لأنه الصور مو حقيقية. هو اختارني مو مشان الصور، هو اختارني لأنه بيحبني. شو؟ قلتي لي لأنه بيحبك؟ لولاي أنا ولو ما أنا جبتك لهون ما كنتي قدرتي تساوي شي. على كل حال تركينا من هالحكي الفاضي. لوين راح طارق؟ راح مشوار، قال عنده شغلة صغيرة وراح يجي ياخدني. يلي ما بتخافوا الله. آه يا حقرة، معناتها الصور مو حقيقية. كل شي صار تمام. طالعة بتجنني يا زينة. الله يحميكي من العين. ما شاء الله وكان حلو. اي أيوة والله طالعة بتجنن. الله يستان عليها كثير حلو. ربي يحميكي من العين. امتى انا بدي الفستان العرس يصير مثلها؟ الله كريم. دخيل الابيض عليكي ما احلى. هي معلمتنا بتستاهل كل خير. هاتي ناوليني السلة اللي فيها الوردات الصغار. ليش ما عجبتيهم اكبر؟ كانوا طلعوا احلى بكثير. لك عم تركبها بالعكس، خلي شريط من جوا.
سامحيني يا زينب، العرس ما رح يصير. ابني ليش مو محضر حالك؟ استغفر الله. عمي هيك منيح؟ ايه منيح هيك يا ابني، الله يعطيك العافية. انزل لعندي بسرعة، انزل. يلا. ابني؟ آسف ما شفتك. شو صاير؟ ما عم بتشوف يا ابني؟ مالك شايف اللي عم يصير حواليك؟ لوين رايح بيوم عرسك؟ أمي. قول يا ابني، بدك تهرب مع هاي البنت اللي اسمها دينا؟ رح تهرب وتتركني وتترك زينب وتترك ضيعتك؟ بدك تترك كل هدول مشان دينا؟ أمي، ما فيني اتزوج زينب وانا بحب واحدة غيرها، هيك بكون ظلمت حالي وظلمتها معي. اخ يا ابني، قلبك مليان طيبة، مفكر الحب هو كل شيء بالحياة؟ انت ما بتعرف لحد هلأ هالبنت شو بدها منك بالضبط؟ هي عم تضحك عليك، هي اتفقت مع زيدان بالسر لحتى تشفق عليها وترجع لعندك، هي اللي خلت الإرهابيين يقوصوها بإرادتها لك ابني. أمي أنت منين جبتي هاد الحكي؟ بعد ما أنت رحت إجت رابعة على المستوصف وسمعتن وهنن عم يحكوا. رابعة نصبت لك كمين يا ابني، أكتر شي هي بدها إياه إنها تاخدك من الضيعة ومني أنا كمان، وهلأ رح يصير اللي ببالها. مو معقول، كيف بيساووا هيك فيني؟ أنت أنقذتيني بآخر لحظة حبيبي يا عمري. رح أتأخر على عرس أمي، لازم أحضر حالي. يلا. جيت لحتى أخذك لعند دينا يا ابني. قولي لدينا مالي رايح معها أبداً. ما فيك تتركها وهي بهالحالة، هي كتير بتحبك يا ابني. تركي ابني بحاله يا رابعة، خدي البنت اللي جبتيها معك وروحوا من ضيعتنا. انت أكيد يا حرمة ضحكتي على ابني بكذبك. ليكي رابعة اسمعيني منيح، أنا ما بروح من بيت لبيت لأخرب بيوت الناس، أنا مو مثلك انت. انت والبنت اللي جبتيها معك بدكم تنزعوا حياة ابني. ابني؟ ماشي امي. يلا روح لعند عروستك. رايح. قالك امي؟ قالك امي؟ ليش شو بده يقول؟ هذا ابني يا رابعة. لا تكوني قلتي له الحقيقة، قلتي له انك امه الحقيقية يا سناء. ليش شو متوقعة؟ اني اترك ابني لحضرتك؟ هذا ابني حسان. اوعك اوعك تمدي ايدك مرة ثانية، ضبي غراضك بسرعة واتركي هالضيعة يا رابعة. اهلا وسهلا، شرفنا. تركي تركي دو، ان شاء الله الف مبروك. الف مبروك ان شاء الله، الف مبروك لاولادكم ان شاء الله. ان شاء الله اهلا وسهلا فيكم. مبروك شرفتوا. اهلا وسهلا ان شاء الله بيتهنوا. تفضلوا. ان شاء الله جواز الاهل. اهلا وسهلا. الف مبروك ان شاء الله بالهنا. اهلا وسهلا. يلا سعيد تعال نلعب سوا. ما بلعب مع بنات، بدي روح الفوق. تفضلوا شباب، تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا شرفي. ايوه انا رايحه عند ماما. يلا تفضل شرفي هنا والله. ايوه ايوه يلا يلا يلا. دكتور طارق. ايه ديالا. زينب عم تسأل اذا انت جاهز. شوفت عينك صرت جاهز ولا لا؟ جاهز وطبعا طالع كتير حلو. انا رايحه اخبر زينب. Thank you.
شو طارق جاهز؟ ايه جاهز. الحمد لله يا ربي. بصراحة كنت خايفة انه يصير شي مشكلة. ليش لحتى تخافي هالقد زينب؟ شو بيعرفني؟ جيت ست رابعة على الضيعة ومع هديك البنت. ما بعرف ديالة، غريبة كتير قصتهم. بعدين ست رابعة كانت مشفى الأمراض العقلية، كيف اجت لهون على الضيعة؟ والله ما عاد فهمت شي. مزبوط معك حق، ما حدا جاب سيرة هالموضوع. ست رابعة خوفتني كتير ديالة، يمكنها اجت تاخد طارق من هون. الدكتور طارق مانو ولد زينب، فهمانو عين الله عليه، ليش لحتى يتركك ويروح؟ الله يوفقك يا رب. ان شاء الله 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 ان خدي بدي قتلك وخلص عليك يا سناء. بس وليه؟ بس اتركي اتركي يا مجنونة، اتركي هاي من ايدك. ابني انا طارق مو ابنك، انقلعي من ضيعتنا. قلت لك اتركي من ايدك وانقلعي. يلا انقلعي من ضيعتنا. انقلعي قلت لك. طارق مو ابني، مو ابنك. لا مو ابنك طارق، مو ابنك طارق. ابني لك تعال هون خلينا نتفرج. معلش شو العمال بيوزعوا لك هنا يا اغا؟ ساعتين هنا. يلا يلا بدي اشوف ولينا عم يرقصوا. ايوه 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 يلا يلا ايوه. ليش تاخر لهلا كاتب المحكم؟ ها ليكو اجا. يسلموا علي يسلموا. اللي شو في طارق؟ ماني شايف الخالي سنة. قول الا قول. بعدولي بعدولي هيك بيناتكم. بعدولي بعدولي يلا. يا كون عم يرقص المختار. لا تضربي. انقلعي انت الشاي. لا تضربيني بترجعي. روحي من وشي. اطلعي من ضيعتنا. اطلعي قلت لك اطلعي بترجعك. لا تضربيني. اطلعي من ضيعتنا. حاجي حاجي بكفي. لا تضربي حاجي بكفي بكفي. سلام انا رايحة. ابوكي ساعدني. يا شباب يا رب 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 الخالة سناء مو هون شفتيها شي؟ لا ما شفتها، بظن انها لساتها ما اجت لهون. يلا لازم تكون هون هلا.
بلكي ما اجت مشان شغلة التار يلي بيناتهم. بس هذا التار صار من الماضي يا ديالا. يلا الخالة سناء المفروض تجي. ايوه والله فيك تروحي تشوفيها وين وتجي. ماشي دكتور. دهيلي لطارق بسرعة يا ديالا. مو فاضية هلا. قلتلك دهيلي لطارق بسرعة. ماشي رايحة حضور. ابو السهير يا زاهر تعال تعال زاهر تعال. يلا 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 دكتور طارق. هيك ست رابعة بدك تحكي معك الموضوع. بس شكلها مو طبيعي، دير بالك. لا تاكلهم، انت روحي هلا. أهلين بسهر العزيز، إن شاء الله ألف مبروك يا ابني، تتهنى يا ابني، ألف مبروك، يلا لشوف، يلا، يلا لشوف الكل يرقص. شو بدك تكسبي علي مرة تانية لحتى تاخديني من الضيعة؟ ضميرك مسمح لك بهذا الشيء؟ جبت دينا لهون ونصبتي لي فخ. بدك يعني اترك الضيعة واترك امي واترك البنت اللي بحبها. بس ما حتنجح. الله معك. انا هلا رايحة، بس انت كمان بدك تجي معي. انت مانك طبيعية، انت مريضة. قلت لك رح تجي معي وبس، والا رح احكي لحميد انك حسان وهو رح يتصرف معك. عمي ما رح يصدقك. رح يصدقني؟ انا رح اثبت له انه سناء اعطتك لمصطفى، وقتها رح يصدقني. ما فيك تعملي هيك. رح تجي معي ولا لا يا طارق؟ لا. خالة سناء. خالة سناء. ديالا خالتي. هذا صوت ديالا بن خالتي. وين خالتي؟ ديالا خالتي سناء. أهلين، شرفت حضرة الشيخ، أهلا وسهلا. والله الكل جاهز يا شيخي، بس ناقصنا أنت. معناها خلينا نكتب الكتاب. يلا لكان تفضل معي. اسمعني حميد، بدي أحكي معك بموضوع كتير مهم وما بيتأجل. خير، شو هالموضوع الأهم من العرس الرابعة؟ بس تسمع بتعرف كل شيء. وينك يا ابني؟ خذ كاتب المحكمة اللي عند العرسان، يلا لشوف. أهلا وسهلا. أهلين فيك. شرف، احكي لشوفه بسرعة، شو بدك؟ حميد آغا اسمعني. عمي انت شوف شغلك، خلص انا بحكي معه. ماشي ماشي، احكي معه بس لا تطول، لأنه الشيخ عم يستنانا هلا. بالإذن. أهلا وسهلا حضرة الشيخ. أهلا وسهلا. أهلين. هاي هاي، يلا الكل عدبكي الكل. ماشي، انت ربحتي، انا رح اجي معك، بس بالاول لازم اخبر زينب. يا حبيبتي يا بنتي. الله يخلي لي اياك. يا ترى لوين راحت خالي سناء؟ إذا مو هون معناتها راحت على المستوصف. ديالا بنتي. ديالا ديالا. خالتي؟ خالتي؟ ديالا. خالتي؟ خالتي؟
خالتي سناء وينك انتي؟ خالتي خالتي استغفر الله. ما فيك تلحني ما فيك تلحني. استغفر الله. وين راح؟ وين راح؟ لا في عريس بيختفي بيوم عرسه. معقول اللي عم يعمله هالرجال؟ بده يفضحنا قدام الناس؟ وين راح العريس تبعكم يا وينه؟ هلا بيجي رح شوي وراجع. خير لا تخاف. خير ماشي. انا رايحه اشوفه. تايم تايم شرف. عن اذنك. يا بنتي روحي شوفي وينه. يلا خالتي سناء. خالتي سناء. خالتي. خالتي انت بخير؟ خالتي. انا رح خبر الدكتور طارق بسرعه. يا علاء انا بدي موت. حاسه روحي عم تطلع. خالتي خالتي فتحي عيونك. خالتي فتحي عيونك. فتحيهم. خالتي رد علي. خالتي خالتي رد علي. خالتي. مانو هون؟ أنا ما عندي حكي كتير لحتى أقلك يا زينب. بظن إنه نحنا صار لازم نفترق. لازم تعرفي إني مضطر إني روح. بترجاكي سامحيني. لا تبكي ولا تحزني زينب. سامحيني يا زينب. سامحيني يا أمي. يا سادة عم يحاولوا يحاصرونا من كل الجهات. نحن تعرضنا لضربة قوية. ما قدرنا نغلق ملف القضية لأنها كانت بالتحقيق. وعرضنا حالنا للخطر لأنه كنا ناويين السيطرة على كل شيء، وهذا من حقنا الطبيعي. الكرة هلأ بملعبنا. إذا ما قدرنا نفعل خطط المظاهرات بالمنطقة، وقت جميع المخططات اللي حطيناها رح تفشل. لحسن الحظ إنه عنا خطط مستقبلية من الألف حتى الياء. الكرد والترك وجميع الطوائف الموجودة، لما بصير في اقتتال بين العالم وبين القومي والوطني رح يكون ضمن نطاق قانوني. يمكن يكون هذا حل من الحلول. بالوقت اللي بيكونوا هن المشغولين فيه بالتشريعات، منقدر نحن نحط تشريعات قانونية بتخلينا نجر الدولة للحرب الأهلية، وبنفس الوقت أكيد رح نحصل على دعم خارجي. بالإضافة إنه في حرب طائفية ومذهبية، طلاب الجامعات والمجتمع المدني حطوا ببالهم خطط تخلق جو من الرعب جوات الدولة من خلال إعادة الحروب، وخصوصي الحروب بين الطوائف المسيحية، ورح نخلي كل الطوائف تعلق مع بعضها وتنزل للشارع. وقتها هاي الدولة رح تكون مثل قنبلة موقوتة، ورح يكون في عشرات الأطفال بالشوارع مثل الألغام المتحركة. هالولاد رح يكونوا جاهزين ليعملوا أي شيء بدنا إياه ومقابل شوية مصاري بس. نعم، كل أطياف الدولة لازم يعلقوا بين بعضهم البعض. نحنا لازم نفتح الطريق قدام الحقد والكراهية والحرب بكل المنطقة، وخليهم هالوطنيين
يتبنوا الشعارات الفاضية اللي بتبشر بالسلام، لأنه هي المصطلحات الفارغة ما إلى معنى عنا وما بنآمن فيها. وبعد كل هاي الشعارات رح تهب عواصف حزيران جديدة بهاي الدولة. يا سادة، إذا انتهت الحرب الطائفية بالمنطقة، أصحاب الجبال والطاقم السياسي رح يحسوا بخيبة أمل. الشعب مل من الخناق، وانتشرت الخطابات اللي بتحذر من الاقتتال من خلال الإشارة إنه هدول يلي عم يتقاتلوا بين بعضهم هن أبناء هاي الدولة، وفهموا بالأخير إنه تم استغلالهم حتى إنه صاروا بيعرفوا إنه مركز القرار هو هون. حسب المعلومات الاستخباراتية، القيادات العليا الموجودة بالتنظيم تم كشفها عن طريق اللي استسلموا من التنظيم. رح يتم اختيار قيادات جديدة، لأنه صار في اعتداءات كتيرة متكررة وكلها تصارت بالجبال، وما حدا حط قوانين تحافظ على وجودهم هنيك. 99% من الأكراد ما بيتفقوا معنا لا بالاتجاه السياسي ولا بالاعتقادات المذهبية ولا بالانتماءات الطائفية. لهالسبب لازم نرفع من شأن الكردي، لأنه لما تأسس التنظيم كان بيعتمد على إيديولوجية ماركسية، لهيك كانت تتنكر لكل شيء بيتسمى كردي أو تركي. نحن لازم نضل ماشيين على نفس الوتيرة، بس لحتى نقدر نحصل على هدفنا لازم نضغط عليهم لحتى ترتفع حرارة المعركة الداخلية وتعلق. طاقم الجبل عنده أزمة، نحن لازم ندعمهم بالأعضاء. الشتي قرب، رح يجنوا إذا قروا نفس الكتاب بالمغارات. أنتوا شو بتقترحوا؟ خلي أعضاء التنظيم يروحوا على الضياع لعند رجالنا الموجودين هنيك، وخليهم يكرموهن ويحتفلوا فيهن. لازم نقنع شباب المنطقة يروحوا على الجبال لحتى يكملوا الرسالة تبعنا. بس لازم بالأول إنه ننهي الشعارات الفاضية اللي بتنادي بالسلام والأخوة، لحتى نبقى القوة العظمى بالمراكز والمناطق المجاورة. ما رح نشرح الخطة النهائية من الحرب الطائفية اللي رح تصير عن قريب، لأنه هي الخطة هي اللي رح تخلينا مسيطرين على الأوضاع ودائماً عم نحقق كل أهدافنا. لازم نستغل يوم ذكرى تأسيس التنظيم، ونبدأ طبعاً من المدن الكبيرة، ورح ننتقل للمدن الساحلية وبعدين الداخلية. لازم يكون في مظاهرات، ولازم تتواجه قوات الأمن بالحجارة والعصي والأناني الحارقة والمسيلة للدموع. لازم يخربوا مراكز فروع الحزب الحاكم لحتى يوصل صوت المظاهرات لكل الدنيا، لأنه غير هيك لا يمكن نوصل للشيء اللي بدنا إياه وعم نخطط له ولتكمل لعبتنا الجديدة. يلا امشي. دينا قلت لك اني رح جيب لك طارق واجي. وينه؟ ورجيني. ليك وجاي. طارق ابني. مفكرة انك جايبة طارق معك؟ طارق بقي مع زينب. رح يجي، انا بكون امه، والا ما يجي معنا. طول ما زينب عايشة طارق ما رح يجي. قتلي زينب، قتليها، قتليها. لا تروح طارق، لا تتركني. إذا تركتني رح أقتلها لزينب، رح أقتلها لزينب، رح أقتلها. قتلها لزينب. طارق ابني. أمي، ابني، ابني حبيب قلبي،
حبيبي. كيف قدرت تجي؟ ابني؟ ليش اختفيت فجأة؟ على أساس بدنا نروح مع بعض، ليش هربت لحالك؟ من وين بدي أهرب أمي؟ شو هالحكي؟ شبك؟ لما بطلت تجي دينا لعنا أنت هربت؟ لحظة أمي، اهدي شوي. مين دينا؟ ما عم أفهمك. شبك ابني؟ ما عم تتذكرها لدينا الحلوة؟ البنت اللي كنت تحبها، كنت بدك تتزوجها؟ كيف ما عم تتذكر؟ شوف، هي أول رسالة حب كتبت لها إياها. مو على أساس بدنا نروح مع بعض؟ حبيبي حبيبي، أهلا وسهلا ست رابعة. أهلا فيكي حبيب قلبي، تقبر قلبي. دينا كانت رفيقتي وأنا مراهق، بس هلأ ما بعرف وين صارت أراضيها.